نزلنا لتحت رحنا هون على الاستراد وقفنا. انت ومين رحت؟ هلا احنا واهلي. وقفت بالزاوية هاي، نزلت على أسرة هاي البناي، فرد نزلة قدامك، نزلت قدامي، نزلت فرد نزلة. الشعور يلي حسيناه خلال وقت الزلزال انه نحن اشخاص قاعدين ببيتنا ومع اهلنا وايدينا مربوطه وما عم نقدر نعمل شيء ابدا، يعني نحن بدنا نموت وما عم نقدر نعمل شيء، يعني نحن ببيتنا ونحن احتمال نموت، فكان شعور كثير صعب لا يوصف ابدا. يعني كانت 10 سنين حرب بكفه وهالدقيقتين يلي كانوا هن كانوا بكفه ثانيه على الاخر. وقت الزلزال، وقت ما صار لليوم، نحن بعد يومين نحن كشبيبة توركاس عم ننزل كل يوم تقريبا بكل الوقت اللي بنقدر نكون موجودين فيه. What is going on here is that we are we prepare daily sandwiches to people in the shelters after the earthquake. We have 5,000 sandwiches every day to distribute to the shelters.